السلام عليكم متابعين قناة كوريا لاند في سلسلة مش كوري بس بستاهل، وهي سلسلة جديدة من الفيديوهات والمراجعات راح تتناول أعمال مش كورية لكن جودتها عالية جدا وجدا تستاهل متابعة منكم. في هاي السلسلة راح أبتعد عن الأعمال المشهورة عالميا وراح أختار أعمال من مختلف الجنسيات، والشرط الوحيد لهاي الأعمال عشان أختارها إنه تكون حسب رأيي جودتها عالية. فبتقدر تشوف أي عمل بهاي السلسلة وأنت مغمض عينيك إذا بتحب ذوقي في الأعمال والأفلام. يا ريت تعلموني بالكومنتات إذا السلسلة هاي راح تعجبكم. في أول فيديوهات هاي السلسلة اخترت لكم عمل طويل من الصين لنعمل عنه مراجعة، ومسلسلنا لليوم راح يكون The Story of Ming Lan أو ما يعرف باسم حكاية Ming Lan. فخلينا بدون أي تأخير نبدأ مراجعتنا. قصة Ming Lan هو مسلسل صيني من إنتاج سنة 2018 وبتكون من 73 حلقة، مدة كل حلقة 45 دقيقة تقريبا، ومن تمثيل كل من الممثلة تشاو لي يينغ، ويليام فينغ، تشو يي لونغ، تشان كارلينا، والممثلة تشي تشي. المسلسل من تصنيف التاريخي الرومانسي الدرامي وشريحة من الحياة، وبتتبع أحداث قصة تشينغ مينغ لان، الابنة السادسة الغير شرعية لمحظوظية عائلة تشينغ، من طفولتها لمرحلة البلوغ. في طفولة مينغ لان توفت والدتها نتيجة المكايد والمؤامرات داخل عائلتها، لذلك تكبر مينغ لان وهي مخفية مواهبها وذكائها، وبتعيش بحذر وتحت قناع. أقوى نقاط قوة العمل هو القصة الغنية بالأحداث واللي كانت بعيدة كليا عن الملل، الأفكار والقضايا اللي ناقشتها أحداث المسلسل واللي عكست البناء الاجتماعي للمجتمع الصيني القديم، وخلتني كمشاهد عنده صفر معرفة بهاي الثقافة يطلع من المسلسل بكمية معلومات محترمة. على الرغم أن المسلسل بدأ بداية نوعا ما بطيئة ورتم الأحداث كان شوي بطيء، لكنها كانت ضرورية جدا لفهم شخصية مينغ لان، كانت ضرورية لفهم البيئة اللي كانت تعيش فيها الشخصيات، وبالتالي نفهم كيف صاروا هيك. مع كل شخصية ومع كل قصة تنطرح، سواء كانت قصة رئيسية أو فرعية، الكاتب بيبرز إن إبداعه بكمية التفاصيل اللي طرحها، وكيف قدر يوظف كل القصص اللي انطرحت في قصة رئيسية وحدة بدون ما يكون في أي إشي كان زايد أو مش ضروري في المسلسل. بناء الشخصيات كان جدا رائع، وشفنا مسارين مختلفين لشخصيات بدأت من نفس النقطة. فمثلا البطلين الرئيسيين مينغ لان وجو تينغي، الاثنين بدأوا من عائلتين التخطيط والمؤامرات فيهم كان على أعلى مستوى، الاثنين خسروا ناس غاليين عليهم، لكن طريقة تعامل كل واحد مع هاي الظروف كانت مختلفة. فمينغ لان كبرت وهي بتحاول ما تكون ملحوظة من الناس اللي حوالينها، كبرت وهي تحاول تكون شخص عادي بدون مواهب وبذكاء عادي، بينما جو تينغي كان العكس تماما. جو تينغي كان مثالا للتهور، وعلى الرغم من ذكائه إلا أنه كان دائما مباشر في أفعاله وكلامه، وهذا خلاه هدف سهل قدام أعدائه. التمثيل في المسلسل جدا رائع، وراح أعترف أني كنت متحيز اتجاه الدرامات الصينية أنها مبتذلة وممثلينهم سيئين، وما كنت معطي أي عمل إلهم فرصة، لكن بصراحة هذا ثاني عمل صيني بتابعه، وجدا التمثيل والقصة في مستوى رهيب ورائع. البناء الرائع للشخصيات رافق أداء رهيب من الكاست، من لغة جسدهم لنبرة أصواتهم وتعابيرهم، كل اشي كان مثالي وكان يعطيك احساس انه اللي بتتابعه هذا مش تمثيل. المثل تشاو لي يينغ واللي مثلت دور مينغ لان، وبحكم انه شخصيتها مركز احداث القصة كان الحمل الاكبر عليها، وتخيل كمية الضغط على المثل لما يكون متواجد في 80% من مشاهد 73 حلقة، لكن مع هيك ضغط ما في اي مشهد حسيت فيه انه الاداء للمثلة بهت، بالعكس المثلة اعطت وحدة من اجمل الشخصيات اللي تابعتها في التصنيف التاريخي في حياتي، أداء رائع ومتميز أيضا من بقية الشخصيات في العمل، وكيمستري رائع بين أبطال العمل. السينماتوغرافي، الإضاءة والتصوير من أجمل الأشياء في هاي الدراما، الأزياء، تصاميم مواقع التصوير من المساكن للمدينة نفسها كان جدا رهيب ومتقن، مشاهد الأكشن كانت جيدة وبعيدة عن المبالغات والهبد الصيني اللي أنت تتوقع تشوفه. الساوند تراك أيضا على الرغم أنه أوست واحد اللي كان موجود إلى أني أنا حبيته وحسيته متناسق مع الدراما. العيب الوحيد في هاي الدراما هو التقديم الهائل لعدد كبير من الشخصيات في أوائل الحلقات، واللي ممكن يخليك كمشاهد تحس حالك ضايع، لكن نصيحة مني لا تخلي هذا الاشي يوقفك عن تكملة الدراما، لأنه باختصار مسلسل قصة مينغ لان هي تحفة تاريخية صعب تتكرر، مسلسل لازم أي عاشق للتصنيف التاريخي يتابعه، حتى لو أنت ما بتحب التصنيف التاريخي لساتك راح تحب الدراما وتستمتع في مشاهدتها لو أعطيتها فرصة. مسلسل قصة مينغ لان صالح للمشاهدة العائلية وجدا جدا جدا بوصف فيه، وبالنسبة لي هو واحد من أكثر الأعمال التاريخية المفضلة عندي.
لهون بنكون وصلنا لنهاية مقطع مراجعة المسلسل اليوم. فإذا شفتوا الدراما اكتبوا لي آراءكم عنها، واكتبوا لي آراءكم عن السلسلة الجديدة واقتراحات لأعمال نحكي عنها من في هاي السلسلة. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم إشعار مع كل مقطع جديد نرفعه على القناة. دعمونا بمشاركتك المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، وإلى اللقاء في مقطع جديد إن شاء الله. نلقاكم.